رجوعا عند اخبار الفنانين المغاربه، عندك جود خبر حصري. بدايه الحلقه كنا ندوينا على بزاف ديال الفنانين غيصوروا في مراكش. الخبر الحصري تو عنده علاقه بديك الام اللي قلبها كبير اللي هي مراكش، تدوينا عليها هو بدر سلطان. بدر سلطان غيصور هذا الويكاند ان شاء الله فيديو كليب مدينه مراكش مع المخرج سعيد مساريه، وحنا غنكونوا حاضرين معاه بشكل حصري في الكواليس وغنجيبوا لهم جميع التفاصيل ديال الاغنيه والكواليس قبل ما يطرح الفيديو كليب. اكيد اسامه، اذا مراكش هذا الاسبوع ما غاديش يعمروها غير الفنانين اللي غيصوروا، ولكن غتكون انت حاضر باش دير التغطيه. كيقولوا عليك انت مراكشيه، راه الجمهور المغربي النص ديالو ولا 90% كيقول بوشرى اهليش مراكشيه. هذا سؤالك، انت مراكشيه بوشرى؟ لا انا ماشي مراكشيه، انا زياده وخلق في مدينه سلا، ولكن اللي وقع هو انني دائما بعد مجموعه الانتاجات صورت مدينه مراكش، ولكن انا مراكشيه القلب لانني عندي جمهور زوين في مدينه مراكش، والمراكشيين كلهم تيحماقوا عليا وانا كنحماق عليهم.